اليوم حبينا نعرف الجمهور ونعرف الناس انه اليوم في عنا السحب الثاني بعد الكورونا على السيارة الرابعة. احنا زي ما حكينا من اول هي حملتنا حملة السيارات حملة البي 12، عنا 12 سيارة ل 12 شهر بالسنة، وحبينا نحكي انه الحمد لله تجربتنا مع الكورونا كانت ناجحة جدا، والحمد لله الناس وثقت فينا. اوكي، الناس وثقت فينا وشافت انه يعني الحمد لله احنا ما زلنا على نفس السلوغن اللي استخدمناه، انه كورونا ما وقفتنا بس اخرتنا. وزي ما انتم شايفين الجمهور عم بتفاعلوا معنا، كل الالتزامات تبعت السلامه، الحمايه والسلامه موجوده، ملتزمين فيها من التباعد ومن لبس الكمامات لكل زوار المول، ملتزمين فيه الحمد لله. وهينا يا رب عم بتشوفوا صار في عنا توزيع جوائز، وهلا ان شاء الله كمان شوي راح تشوفوا اعلان الرابح للسياره تبعت السياره الرابعه لحمله السيارات. هذا بيسكلي احنا اربت سيتي سنتر زي ما عودنا جمهورنا، ملتزمين بكلمتنا، وان شاء الله راح نضلنا مستمرين لنخلص ال 12 سياره، ويا رب تنال اعجابكم. وانسحب الاسم وراح الاسم ونشوف الاسم. رزان خالد مقابله هي رابح السياره الرابعه من اربد سيتي سنتر. الف مبروك يا رزان المقابله.